بسم الله الرحمن الرحيم. الضوء اللماع في نظم مختصر أبي شجاع، نظم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعد محمد السكندري وفقه الله. قال الناظم حفظه الله المقدمة: قال ابن سعد شافعي المذهب: الحمد لله العظيم الأقرب، ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي، وبعد ذا نظم لمذهب على للشافعي جل من قد حصلا، كما أتى في غاية التقريب لابن شجاع العالم الأريب. نظمته مسهلا لحفظه وجمعه في الصدر ثم فهمه، مستحضرا من يريد الله به خيرا به وفقه لفقهه، فأسأل الله الجليل النفع به لمن حصله والرفع، والفوز في وقت نزول الموت على نفوسنا بحسن الفوت. كتاب الطهارة. إن المياه إن ترد تطهيرا سبعة أنواع فكن خبيرا: بحر وبئر جاز الاستعمال، نهر وعين والسما المنهال، يليهم الثلج وماء البرد، فافهم هديت الحق ثم جرد. وقسمنها أربعا أقساما، فاحفظ ودقق ثم كن هماما، فطاهر مطهر لمن يرد، فالمطلق الباقي على أصل وجد، وطاهر مشمس مكروه لعلة طبية تعروه، وطاهر غير مطهر يلي بطاهرات قد عرت فلتنقلي. رابعها منجس بما لقي من النجاسات، فحقق واتقي، لكنه من دون قلتين أو غيرت أوصاف لاثنتين. جلود الميتة. وجلد ميتة بدبغ طهرا لا الكلب والخنزير حيث اشتهرا، وجلد ميتة وعظمها نجس لا الآدمي حيث طهرا ينبجس. الأواني. وكل ما استعمل من الأواني جائزة لا النقد لا تعاني. السواك. ثم السواك مستحب قد رووا في كل حال لا عن الزوال رو، لصائم وخص عن تغيري، للفم من أزم ونوم قد قري، والثالث القيام للصلاة، فلتلزمن يا أخي الثقات. الوضوء. فرض الوضوء ستة رووه: نية غسل الكف والوجوه للمرفقين ثم مسح الراس، والغسل للرجل مع التريث، والسادس الترتيب والولاء، سنته في عشرة أشياء: تسمية وغسل كفين، ومن قبل الإناء مضمضا واستنشقا، مسح جميع الرأس قد تواترا، والأذنين باطنا وظاهرا، تخليل كلك الثمن اللحاء أتى، كذا أصابع له قد ثبتا، مقدم اليمنى تلي الشمال، ثم الولا عشرتها تكمل. الاستنجاء. ويجب استنجاء كل بائري، كذا من الغائط فدر تأصري، والأفضل استجماره بالحجر، ثم بماء تلثن تؤجري، ينقي بهن موضع الأقذار، وجاز الاقتصار لا تماري، ويجب اجتناب قبلة به، كذا رووا في راكد المياه، وتحت مثمر من الحدائق وظلها والثقب والطرائق. نواقض الوضوء. وينقض الوضوء ستة ظهر: ما يخرجا من قبر كذا الدبر، والنوم غير هيئة الممكن، ثم زوال عقله كل عني، كذاك مس الأنثى الأجنبية، ومس فرج باليد الجرية، ومس حلقة من الدبر، كذا ست نواقض فحقق وخذا. الغسل. قد أوجب الغسل لستة أتت، ثلاثة الجنسين قد ألمت،
وهي التقاء للختانين أتى، إزهاق روح والمني ثبتا، وخص بالنساب لا بلاده، حيض نفاس وكذا الولادة. فرائض الغسل. فرائض الغسل ثلاث: النية، إزالة النجاسة المؤذية، إيصال ماء لجميع البشرة، سنته فخمسة مشتهرة: تسمية الوضوء قبله أمر، يدا على الجسم ووال واستمر، مقدم اليمنى على اليسرى له، فرض يقينا واعرف أن فضله. الاغتسالات المسنونة 17 قد أتت متابعة: خسوف استسقى يليه الجمعة، والعيد والكسوف غسل الميت، والكافر أسلم غسلا أثبت، أو جن والمغمى إذا أفاقا، والغسل عند المحرم اتفاقا. وسن أيضا إن دخلت مكة، كذا وقوف عرفة ببكة، رمي الجمار السعي بالطواف، ثم دخول طيبة الموافي. المسح على الخفين، وجوزوه بشروط آتية، فاحفظ هديت ثم دقق وهي: أن يلبس من بعد طهر كامل، ويسر محل غسل حاصل، ويمكن تتابع المشي بها، ثم تلي عدة أحكام لها، مدته يوم وليل للمقيم، ومن يسافر ثلثنه يا فهيم. ويبدأ المسح على الولاء من حدثه من بعد لبس جائي، وإن يسافر بعد مسح في الحضر، أو ضده مسح مقيم استقر، وأبطل المسح بخلع العدة، وموجب الغسل انقضاء المدة. التيمم، وشرطه وجود عذر بسفر أو مرض وقت صلاة قد حضر، وبحثه عن المياه ثم تعذر استعماله قد تم، من بعد ترب طاهر مغبر، وفرضه أربع من بعد حري: نية مسح الوجه واليدين للمرفقين، رتب الفعلين، سنته تسمية واليمنى، مقدما مواليا قد عنا، مبطله ما أبطل الوضوء رسا، رؤية ماء ردة قد أحدثا. وأوجبوه كل فرض آتي، وجاز في النفل كما شاء أثبتي. النجاسات، وكل ما من السبيل قد خرج، فنجس إلا المني من درج. والغسل للجميع فرض قد صدق، لا بول غرد للطعام لم يذق. وكل ما من النجاسات ذكر، لم يعف عنه لليسير ما حضر، من دم أو قيح ولا نفس له، وعد طهر الحيوان كله، لا الكلب والخنزير لو تناسلا، أو أحد النوعين حيث نقلا. واحكم على الميتة بالنجاسة، لا الحوت والجراد بالكياسة. والآدمي والغسل للإناء، إن ولغ الكلب على الولاء، مسبعا واحدها التراب، وغيره المرة يستطاب. والخمر إن بنفسها تخللت، تطهر لا بطرح شيء قد ثبت. الحيض، دم من النساء بالصفاضة، حيض نفاس وكذا استحاضة، فالحيض عادة مع الصحة قد، محتدم اللون ولذاع ورد. ثم النفاس بعد إنجاب الولد، غيرهما في غير حيض ولد. وأكثر الحيض ف15، أقله يوم كذا تذكره. وللنفاس مدة معلومة، 60 ثم لحظة مرقومة. وحرموا بالحيض حيث وقعا، صوما صلاة وكذا استمتاعا. ومس مصحف حمله كذا، قراءة بغير طهر أخذا. والوطأ والمكوث بالمساجد، ثم الطواف حققنه واعدلي. كتاب الصلاة. فرض الصلاة 5 حضر، إن تزل الشمس أخي قد ظهر، والعصر إن يزد عن المثل إلى قبل الغروب، جوزوه بالولا.
ومغرب إن تغرب الشمس ثبت، ثم العشاء إن يغب الشفق بدت، والفجر إن يطلع فجر ثاني، وشرطها زد واحدا لاثنين. إسلامنا البلوغ ثم العقل، مسنونة الصلاة خمس تنقل، عيد كسوف وكذا استسقى يلي، وسنة الفرض وأكد ما يلي، قيام ليل والتراويح الضحى، شروطها خمس فطهر صححا، طهر المكان ثم ستر العورة، علم بوقت قبلة من بعدرة. أركان الصلاة وسننها وهيئاتها. أركانها عدة أركان هي: إحرامك القيام ثم النية، فاتحة ثم الركوع الرفع، ثم اعتدل واسجد ورنم وادعو، ثم الجلوس بين سجدتين، واجلس أخيرا والتشهد عني، ثم الطمأنينة صل سلمي على النبي العربي وسلمي، أعني بها الأولى ونية الخروج من الصلاة رتبنها لا تعوج. سنتها قبل الدخول فالأذان، إقامة بعد دخولك اثنتان، تشهد أول والقنوت في الصبح والوتر له الثبوت. هيئاتها من بعد عشر تاتي، خمس برفع اليد في الصلاة، أولى وعند الرفع والركوع، والرفع منه فافهما فروع، ووضعك اليمنى على الشمال، واستقبل القبلة بابتهال، واستعد اجهر موضعا أسرا في موضع وأمن النجهرا، وتقرأ السورة بعد الفاتحة تكبيرة رفعا وخفضا راجحة، وبعد رفع سمع الله لمن يحمده كذاك تسبيح زك لدى السجود، وكذاك من ركع كفيك فوق الفخذين فالتضع، وقبضك اليمنى وبسط اليسرى لا أصبع لدى التشهد يرى، وافترشا ووردكن في الأخير، وآخر التسليمتين يا أثير. أمور تخالف فيها المرأة الرجل، تخالف النساء للرجال، من ذي الصلاة في عدة خصال: فجاف بين اليد والجنبين، والبطن في السجود والفخذين، والجهر في مواضع الجهر بها، إن بشيء في الصلاة ذكرها، وعورة ما بين سرة إلى ركبته كما رووه فانقلا، وقيل ضد ما روي النساء فيما مضى من عدة أشياء. مبطلات الصلاة: مبطلها ما قد أتى تباعا على الولا في عدة أنواعا، كلامك العمد كثير العمل، والحدث الشرب وعمد الأكل، كذا انكشاف عورة النجاسة ما استدبرت قبالته نعاسة، والضحك والتغيير من ذي النية، قهقهة والردة المردية. فائدة: ثم القيام في الصلاة يسقط مع عجزهم كذا الجلوس يحبط، بالعجز ثم الاضطجاع كافي، بلغنا الله الجزاء الوافي. سجود السهو: وكل ما يترك في الصلاة فرض ومسنون وكالهيئات، فالفرض لا يجبره السجود، فإن يفت مع قربه يعود، يأتي به يبني عليه يسجد، للسهو ما سن فلا يعود، إن يك بالفرض يليه دخلا، لكنه للسهو يسجد بلا. ثم الذي قد فاته من هيئة لم يسجدن ما له من فيئة، سجودهم للسهو في الصلاة قبل السلام احفظه بالأنات. الأوقات التي تكره فيها الصلاة: وتكره الصلاة إن تيسرت في خمسة أوقاتها تقررت، ما لم تكن تسببت من بعد صبح، وإن تطلع شمس فزلي، وعند الاستواء ثم إن تزل، وبعد عصر ثم إن تغرب نقل. صلاة الجماعة: قد أكدوا السنة للجماعة، ولينو مؤتما بلا إضاعة،
ولعبد جاز أن يؤم الحرا والأصغر البالغ حيث اشتهرا. ولا يجوز امرأة لرجل كذاك أمي لقارئ قري، وصح للمأموم إن كان معه إمامه ما قد نوى المتابعة. ما لم يكن من حائي لو تقدمه قد أكدوا فاحذره ذيت وافهمه. صلاة المسافر. والقصر في الصلاة قد جاز فلا تغفل شروطه فحقق وانقلا. ما لم يكن مسافرا لمعصية 16 فارسخ القصر هي. وفي الرباعية قد تقررا ونية القصر بإحرام قرى، ولا يكون بالمقيم ائتما. وجاز أيضا جمع كل نعلما، وجاز للمقيم في حال المطر جمع بأولى منهما جاء الخبر. صلاة الجمعة. واشترطوا لجمعة ما قد أتى عقل بلوغ ثم إسلام الفتى، حرية ذكورة وصحة مستوطنا مصرا على ما صححه. والأربعين عدة روينا من أهل جمعة أتى يقينا، وأن يكون الوقت باقيا فإن يخرج تصلي أربعا ظهرا زك. وفرضها يجلس بين الخطبتين وفي الجماعة يصلي ركعتين. هيئاتها الغسل وتنظيف الجسد ولبس مبيض من الثوب ورد. صلاة العيدين. والعيد صل سنة مؤكدة من بعد إحرام فسبع عددة، أعني به التكبير ثم التانية بعد القيام خمسة في التالية. ويخطبا من بعدها يكبروا 9 و7 من غروب يذكروا حتى الصلاة. ثم في الأضحى ورد بعد الصلاة رابع الأيام حد. صلاة الكسوفين. كذا الكسوف سنة تأكيدها، فركعتان إن تفت لم يقضها، فيها قيامان وركعتان، وليطل الذكر مع القرآن. من بعدها يخطب خطبتين، والسر في الكسوف دون مين. صلاة الاستسقاء. إن جفت المياه سن استسقى مثل صلاة العيد قد تحققا، من بعدها يخطبهم ويأمروا بترك ذنب وكذا يستغفروا. صلاة الخوف. ثم صلاة الخوف قد تنوعت أشكالها 3 قد فرعت. إن يكن العدو خلف القبلة ففرقتين قسما لفرقتي، تقيم فرض الله ثم الأخرى في وجه من تحارب استمرا. وثانيا ففي اتجاه القبلة 2 قسم في سجود الجملة. والثالث يشتد خوف قد عرى، فحسب ما اتفق صل واذكرا. اللباس. قد حرموا على رجال العربي لبس الحرير واختتام الذهب، وجاز في حق نساء الأمة ما قد مضى فافهم وقيت الغمة. كتاب الجنائز. وكل ميت ألزموا له 4 غسل وتكفين صلاته معه، ودفنه 2 غسلهم لغي، السقط والشهيد أينما ابتغي. ثم عليه 4 فكبرا، فاتحة ثم الصلاة استظهرا، على النبي وآله الثقات، ثم الدعاء له وللأموات. كتاب الزكاة. 5 بها قد أوجبوا الزكاة، 8 زرع وتلي التجارة، كذلك الثمار والمواشي، أولها الأنعام بالحواشي، فالإبل البقر والأغنام، وشرطها النصاب والإسلام، حرية وملكك التام لها، وحولها السوم رزقت فضلها، وذهب وفضة وشرطها، 5 شروط قد مضت لا سومها، ثم الزروع شرطها ما قد زرع، الآدمي والنصاب قد تبع. والقوت بالدخال 3 نمي، ثم النصاب 5 أوسق حمي، ثم التمار ثمر النخل معا، كرم وشرطها مضى فاتبعا. زكاة الإبل.
وأول النصاب في النقود ورد خمس وفيه شات أو عشر فزد شاتان في العشرين أربع عهد خمس عليها ابن مخاض قد ولد وابن لبون أثبتوا في الثلاثين حقتهم في ستة مع أربعين إحدى وستين ففيها جذعة من بعدها ست وسبعون معه بنتا لبون حقتان قد وفت من بعد تسعين وواحد ثبت وواحد العشرين من بعد مئة بنت لبون ثلثنه للفئة في الأربعين ابن لبون قد ورد وكل خمسين فحقة أسد زكاة البقر وفي الثلاثين تبيع البقري وفي أربعين ما أسن قد قري زكاة الغنم وفي أربعين من شياه جذعة ثنية من معزهم منتزعة إحدى وعشرون أتت بعد مئة شاتان ثم واحد بعد مئة ومئة ثلاثة شياه أربعمئين بعدها تراه وبعدها شاة عن الهنيدة فتلكم عدتها مسددة زكاة الخلطة وشروطها ثم الخليطان يزكيان زكاة فرد فافهم المعاني إن يتحد مرعاهم المراح والفحل والمشرب ثم المسرح وموضع الحلب يليه الحارب وإن أخل شرطه يجتنب زكاة النقدين وربع عشر من نصاب الذهب عشرون مثقالا على المهذب وهكذا الفضة ربع العشر من 200 درهم حده قري وما يزيد حسب ما قد زدته ثم الحلي لم يروا زكاته زكاة الزروع والثمار ثم نصاب الزرع والأثمار خمسة أوسق على المختار من أرطل العراق بالسوية من بعد 1600 وفيه إن تسقي السماء العشر وإن بجهد نصفه يقدر زكاة عروض التجارة عرض التجارة تزكي قوما وربع عشر بعد حول أخرجا والمثل ما استخرج من معادن نقدين خمس في الركاز فاعتني زكاة الفطر الإسلام والغروب ثم فضل قوت شروط فطر أوجبوا لها الثبوت مقدارها صاع من الطعام خمسة أرطال وثلث سامي مصارف الزكاة ثمانيا في توبة قد ثبتت خمسة الزكاة عنه منتفت وهو الغني بماله والكسب والعبد ثم الهاشمي النسب وما لزم إنفاقه والكافر بلغك الله الجزاء الوافر كتاب الصيام وشرطه البلوغ والإسلام قدرة عقل وله أحكام ففرضه النية والإمساك عن أكل وشرب والجماع فافهما والقيء عامدا وما به وقع الفطر عشر فاحذرنها واتبع الحيض والنفاس ثم ردته والوطء والجنون ثم حقنته كذلك الإنزال عن مباشرة وما بإحليل وأذن قطرة وما لرأس ثم جوف قد نفذ والقيء عامدا فحقق واحترز ويستحب في الصيام ما يلي تعجيل فطر ثم هجرا أهملي كذلك التأخير للسحور قد حرموا الصيام في المشهور لخمسة فالصوم للعيدين وبعدها التشريق دون ميني ويوم شك مثلها فليمنع ما لم يوافق عادة التطوع ومن يجامع عامدا نهاره قد ألزم القضاء والكفارة وهي على المشهور عتق رقبة قد قيدوا إيمانها فانتخبه فصوم شهرين متابعا فإن لم يستطع إطعام 60 زك لكل مسكين ليوم مدوا ومن يمت عن صومه قد عدوا لكل يوم من صيام مدا
ومثله الشيخ لعجز عدا، وحامل ومرضع تضررت بصومها أو ضر طفل أفطرت، وإن يكن خوفا عليها أطعمت، أو طفلها مع القضاء معه ثبت. ومن يسافر والمريض فاقتفي فليفطر ثم القضاء لم ينتفي. الاعتكاف. والاعتكاف سنة قد استحب، له شروط حيث كان فانتخب، ثنية ثم المكوث حرره بمسجد وإن تراه قرره، عن نذره ولم يجز يوما له خروجه إلا لعذر نابه، وأبطلوا بالوطئ والجنون ثم الحيض والنفاس قد تلاهم. كتاب الحج. شرط وجوبه فسبعة هي: الإسلام والبلوغ والحرية، إمكان سير ثم زاد راحلة، أمن الطريق ثم عقل كاملة. أركانه من بعد شرط أربعة: الإحرام والنية تقترن معه، من بعده وقوفهم بعرفة، والسعي والطواف ركنا فاعرفه. أركان عمرة ثلاثة أتت: سعي وإحرام طوافهم ثبت، حلق وتقصير على الأشهر من قوليه ثم واجب الحج زكن، الإحرام من ميقات ثم رميهم ثلاثة الجمر يليه حلقهم. سنة حج قد أتت تباعا وانحصرت في سبعة أنواعا: الإفراد والطواف للقدوم، تلبية المبيت عنهم نمي، أعني به من أن يلي مزدلفة، وركعة الطواف أيضا فاعرفه، ثم الطواف للوداع آخرا، وترك ما يسمى مخيطا ساترا. محرمات الحج. قد حرموا لمحرم ما قد ظهر لبس المخيط ثم ترجيل الشعر، تغطية المرأة وجها ثم من الرجال الرأس أيضا قد سما، تقليمك الأظفار والطيب كذا، عقد النكاح الوطء أيضا أخذا، كذلك الشهوة بالمباشرة، وما مضى الفدية للنكاح ره، وفيهما النكاح لا ينعقد، والوطء في الفرج أخي يفسد، ومن يفت وقوفه بعرفة، فعمرة والهدي والقضاء عرفه، ومن يدع ركنا به فلياتي، والواجب الدم عليه أثبتي، والسنة تفت فلا شيء لها، فقضي يقينا واعرفن حالها. الدماء وما يقوم مقامها. ثم الدماء خمس فترك النسك، شاة وإلا عشر أيام سكي، ثلاثة في الحج ثم إن يعد لأهله فسبعة خذه وفد، والثاني ما كان لحلق الراس، شاة أو طعم أو فصم ثلاثي، والثالث الواجب بالإحصار تحلل والشاة لا تماري، والرابع الواجب قتل صيده وهو على التخيير فأتيا به، إن كان للصيد مثال يذبح أو مثله حب به قد صرحوا، أو صام عن كل لمد يوما، ثم الأخيران لمثل عدما، ثم يلي ما كان للمجامع فقد يقينا مثل ما في الرابع، لكنهم قد رتبوا البعير رأس من البقر كن خبيرا، ثم يليه سبعة من غنمي، ثم يلي ما قد مضى فلتفهمي، والهدي والإطعام ألزم الحرم، ولم يجب كون الصيام فيه تم. كتاب البيوع. والبيع أنواع ثلاث يا فتى، عين تشاهد فجائز أتى، وبيع موصوف بذمة وقد طابق وصفه فجوزوا ورد، وبيع غائب ولم يشاهد فلم يجز، وما يجوز فاعدلي، فكل مملوك طهور منتفع به فحققه وضده امتنع. الربا. ثم الربا في فضة وذهب وكل مأكول على المهذب، فلم يجز بمثله إلا إذا
تماثلا نقدا ولا بيع خذا، ما لم يكن أحضره أو يأتيا، ولم يجز لحم برأس حيا، وجاز عند الاختلاف قطعا، تفاضلا للغرر احذر شرعا. الخيار: والبيعان بالخيار لا شطط، ما لم يكن تفرقا أو اشترط بأن يرد البيع بالعيب له، أجز ثمارا قد ترى صلاحه. السلم: وقد أجاز السلم المؤجلا، والحل واشرط خمسة تكاملا، أن ينضبط وصفا وجنسا لم يشب، والنار ما مست معينا شطب، واشترطوا وصفا بجنسه على ونوعه حتى يرى ممثلا، وقدره وإن يكن مؤجلا، فالوقت والمكان للقبض انقلا، وأن يكون سعره معلوما، والقبض ناجزا أتى مرقوما. الرهن: وكل ما يجوز بيعه فقد يجوز رهنا في الديون معتمد، وجاز للراهن أن يعودا ما لم يكن يقبضه فجردا، والمرتهن لا يضمن المرهون فيه غير التعدي، فافهمنه واقتفي، وإن يرد بعض حق لم يفك إلا بأن يتم، فاحذر من أفك. الحجر: والحجر في ست صبي من سفه، من جن من بذر مفلس تره، ما زاد عن ثلث المريض يحجرا، إن يأذن الورات أمضه يرى، ولعبد ما لم يرض في اتجاره في ذمة يتبع بعد عتقه، وما أتى المجنون والصبي ثم السفيه ألغي يا ذكي. الصلح: والصلح في الأموال بالإقرار، قد صح نوعان فلا تماري، الإبراء أن يسقط بعض الحق ما لم يكن مشروطا البعض بقي، والثاني ما كان به معاوضا عدوله عنه لغير مرتضى، وجاز أن يشرع روشنا ظهر في دربه النافذ من غير ضرر. الحوالة: وللحوالة شروط أربعة، رضا المحيل والمحال جامعه، والحق في ذمته استقرا، ثم اتفاق في علامات ترى، فجنسه ونوعه الحلول، وتبرأ الذمة والتأجيل. الضمان: ثم ضمان الدين ما استقرا في ذمة إن كان قدرها يرى، وصاحب الحق له الخيار فيه، يطالبا كليهما فلتعرفي، إن يغرم الضامن فالمضمون قد يلزمه الحق على ما قد عهد. الكفالة: وجائز أن يكفل الإنسان من عليه حق مستقر بالبدن. الشركة: شروطها خمس بما قد حققا، يعني الضمال ثم أن يتفقا في جنسه ونوعه ويخلطا، ما ليهما التصرف منهم سطا، وأن يكون الربح والخسران بحسب نسبتيهما يصان، ثم لكل منهما أن ينقضا، أو إن يمت واحدهما فلتعدضا. الوكالة: وكل ما جاز به التصرف يجوز توكيلا به قد عرفوا، والفسخ إن يشاء وموت واحدي، ثم الشروط ثلثنها اعددي بثمن المثل ونقد البلد، وأن يقر من يوكله زلي. الإقرار: ثم المقر نوعوه قد ظهر، لله حق ثم من بعد البشر، فالأول الرجوع فيه جوزوا، والثاني لا عن الرجوع احترزوا، قد أوقفوا صحته على الذي يشرط بعد، فافهمنه واحتذي، بلوغهم والاختيار العقل، وإن بمال زده رشدا ينقل، ثم الرجوع في البيان يظهر فيما بمجهول به أقر، وصح الاستثناء حيث وصله قد استوى في صحة وعلة. العارية: وجاز أن يعار كل منتفع مع بقاء عينه حيث وقع، ويضمنن المستعير قيمته
إن أتلف العين فحقق مدته. الغصب، من يغتصب مالا عليه رده، والأرش والأجرة مثل عده، وإن يكن أتلفه قد اصطفي، إن كان ذا مثل وقيمة تفي. الشفعة، قد أوجب الشفعة بالخلطة ثم، أعني به العقار ما لم ينقسم، وهي على الفور فإن أخرها مع قدرة قد أبطلوا مظهرها. القراض، وللقراض الناض من دراهمي، أن يأذن الرب لمال فاعلمي، ويقطع عن ربح له قد استقر، وليطلق الوقت وغرما ينجبر. المساقاه، للنخل والكرم أجاز استظهرا بمدة معلومة تقدرا، لعامل جزءا معينا قسم، والعمل قسمه لنوعين وهم، فما يعود نفعه للثمرة فهو على العامل والضد فره. الإجارة، وكل ما البقاء عينا مدته، وصح الانتفاع صحت أجرته، إن قدرت بمدة أو عملي، إن أطلقت أجرته فعجلي، وأبطلت أجرته بما تلف، للموت والضمان حيث أجحف. الجعالة، ثم الجعالة بشرط اعتمد، برد ما ضل أخي فاستمد. الإكراء، والأرض إن تكر ببعض الثمرة، قد أبطلوا إلا بمال أظهره. إحياء الموت، واشترطوا لصحة ما قد ورد، فمسلم حرية الأرض تحد، لم يجر ملك مسلم عليها، ثم المياه أوجبوا بذلا لها، بشرط أن يفضل عنه الماء، يستخلفا حاجة غير جاءوا. الوقف، وجوزوه بشروط عدها، بقاء عين ثم من بعد لها، وجود أصل فرعها لم ينقطع، وأن يكون جائزا أو لا منع، وهي على ما يشرط تقديمها، تفضيلها، تسوية تأخيرها. الهبة، لا تلزما إلا إذا قبض حصل، ولم يجز إرجاعها ما قد وصل، لا واردا إن أعمر أو أرقبه، فهي له ثم لمن أعقبه. اللقطة، أحكامها كثيرة فعدها، أخذا وتركا ثم لولا أخذها، إن يأخذنها أوجبوا عليه 6 أشياء بها لديه، وعاءها، عفاصها، وكاءها، وجنسها، وعدها، ووزنها، وإن تكن عرفتها تملكا عاما بشرطها، وإن جاء ضمن، وهي على 4 أنواع، ما دام والطعام جات باعا، وما بقي إن عولج استمرا، بهيمة والحكم فيها ظهرا. اللقيط، وإن تجده يا أخي بقارعة، فرض كفاية وإن مال معه، أنفق منه أو تجد دونا كذا، من بيت مال المسلمين أخذا. الوديعة، أمانة ويستحب أخذها، لمن يقم تعديا يضمنها، والقول للمودع مضمون بردها على مودع، والحفظ ورد، وإن يطالب ثم لم يخرج بها مع قدرة عليه رد حقها. كتاب الفرائض والوصايا، من الرجال 10 ترتوها، ابن وابن بن وجد بعدها، والأخ وابن الأخ والعم كذا، والمعتق ابن العم والزوج خذا. ثم من النساء 7 قد ثبت، بنت وبنت بن وأم ثم أخت، معتقة وزوجة وجده، ثم الذي لا يسقطن عده، زوجان ثم الوالدان والولد، من لا يرث ف7 تعد، أم ولد مدبر والعبد، مكاتب وقاتل مرتد، ثم الذي فيه اختلاف ديني، أقرب عصبة على اليقين، لابن ثم الأب ثم لأبيه، ثم الأخ الشقيق ثم ابن أبيه، ثم ابنه وابنه يليه عم، ثم ابنه فمعتق من بعد ثم. الفروض المذكورة،
نصف وربع ثم ثمن بعد، والثلثان الثلث سدس عد، فالنصف للبنت وبنت لابني، أخت شقيقة تليها قد عني، وأخت لأب ثم زوج حيث لا، معه من ابن ثم ربع فانقلا، زوج مع ابن ثم زوجة بلا، والثمن مع ابن يليه نقلا، والثلثان فرض بنتين رووا، بنتين لابن ثم أختين وعوا، والثلث فرض الأم إن لم تنحجب، إخوته للأم والسدس يجب، للأم مع ابن وابن لولد، واثنين من إخوة أو أكثر عد، والجدة تعدم أم فانسبي، وبنت لابن مع بنت الصلب، والأخت من أب مع الشقيقة، والأب مع ابن على الحقيقة، والجد عند عدم الأب معه، وولد الأم يليه فاسمعه، وتسقط الجدات بالأم عددا، والجد بالأب يليه قد بدا، وولد الأم بحافد ولد، والأب من بعد يليه ثم جد، أخ شقيق حيث الابن جامعا، ابن له الأب وكن متبعا، وابن لأب بالثلاثة كذا، أخ شقيق عددوه أخذا، أربعة قد عصبوا إخوتهم، لابن وابن لابن قد تلاهم، أخ شقيق ثم أخ لأبي، ثم أربع قد ورثوا ثم احجبي، من النساء إخوة قد كانا، الأعمام وابن العم قد أتانا، وابن الأخ وعصابات المولى، إن أعتق احفظها فذاك أولى. الوصية: وقد أجازوها بمعلوم وما قد جهل الموجود أيضا عدما، وهي من الثلث فإن زاد وقف، إن لم يجز وراته عنه فكف، وهكذا لوارث قد ضبطوا، والعقل والبلوغ عنهم شرطوا، كذا التملك سبيل عهدا لله، والشرط لمن له بدا، الإسلام والبلوغ ثم العقل، أمانة حرية قد نقلوا. كتاب النكاح وما يتعلق به من القضايا. ثم النكاح مستحب حيث إنه قد احتاج إليه قد زكن، وجوزوا للحر جمعا بين من من النساء أربعا والعبد عن نصف، فإن يخشى أو المال عدم، قد جوزوا الإماء فاحذر ما يذم. ثم النذر لمرأة فقسما، غريبة لغير عذر فامنعا، والثاني للزوجة أو للأمة، قد جوزوا لا فرجهم فأثبتي، ثم ذوات محرم أو أمتي، قد زوجت فاحذر لبين الركبة. ثم الذي لعلة النكاح قد للوجه والكفين عنهم ورد، وللمداوات فجائز فقط بحسب حاجة فراع ما اشترط. ثم لذا العمل والشهادة، قد جوز الوجه بلا زيادة. ثم الإماء إن ترد شراءها، لما تشاء إن ترد تقليبها. شروط النكاح وأوليائه: قد صح بالشهود والولي، وشرطهم فواضح جلي، إسلامهم والعقل والحرية، بلوغهم عدالة مرضية، كذا الذكورة وأولى من ولي، الأب والجد فأخ وانقلي، أعني به الشقيق ثم لأبي، ثم ابن أخ قد أتى فهذبي، فالعم فابنه وربوا على الذي قد رتب، أعرفه أخي واحتذي، وحيثما تعدم أخي العصبة فحاكم ومعتق فانتخبه، وإن تكن معدة فلم يجز تصريحك الخطبة منها فاحترز. ثم النساء ثيبة وبكر، واشترطوا الإذن لأولى فاحذروا. محرمات النكاح: قد حرموا بنسب سبعا، وهي أم وبنت ثم أختهم تجي، وابنة أخ خالة وعمه، وابنة أخت فالرضاع فافهمه، الأم والأخت من الرضاعة، ثم المصاهرة وهي أربعة، زوجة أب ثم أم الزوجة،
وزوجة الابن مع الربيبة، ولم يجوز جمع لزوجة مع أخت وخالة فكن متبعا. قد حرم الرضاع ما يحرم، النسب احفظه أخي يعلم. ثم ترد المرأة تزوجت بالقرن والرتق الجذام قد ثبت، والبرس الجنون ثم الرجل بالجب والعنة أيضا ينقر. الصدق. ويستحب في المهور أن تسم، وأوجبوا بواحد ما لم تسم، أن يوجب الزوج ومثل الحاكم، أو يدخلا فمهر مثل اللازم. لا حد للمهر يقل يكثر، وجاز عن منفعة تقدر. إن طلق الزوج ولما يدخل، فنصف مهر ما له من بدل. الوليمة. قد استحبوها ومن أجابا، قد أوجبوا إلا لعذر نابا. القسم والنشوز. وسويا بين النساء في القسم، وعند سفر أقرعا ولتفهمي. وللجديدة فسبع قد علم، إن بكرا أو ثيب فثلثا فهم. ومن يخف نشوز زوجه هجر، فالضرب بعدما يعظها وحذر. الشرع قسم ناشز مخالفة، لانفاق أيضا يا أخي فاعرفه. الخلع. والخلع بالعوض قد أجازوا، ثم به المرأة نفسا تحرز. وما له من رجعة عليها، إلا بعقد جد ثم خلعها. في الحيض والطهر أجازوا شرعا، وطلقة لم تلحقن قطعا. الطلاق. ثم الطلاق فرقوا فيما إذا قد صرحوا كنا أخي فخذا. تصريحهم ثلاثة قد ثبتا، تطليق تسريح وتفريق أتى. وفيه لم ينظر لنية بلا، والثاني ما لفظ أتى محتملا. ونية التطليق فيه تعتبر، سني أو بدعي على الذي اشتهر. أعني ذوات حيض السني، لم يقربا في طهرها الجري. وضده البدعي ثم اللاتي، لم يعتبر ما قد ذكرت أثبتي. في حقهن حامل وآيس، ومن تخالع ثم صغرا أسسوا. أكثر الطلاق والاستثناء والتعليق. ويملك الحر من التطليق ثلاثة، والعبد بالتحقيق تطليقتين، ثم صح استثناء. ما إن يصله ثم تعليق عنا، بصفة والشرط أيضا لم يقع. قبل النكاح واسقطن أربع، أعني الصبي ثم مجنونا يلي، ونائما ومكرها فعللي. الرجعة. من طلق اثنين له المراجعة، كذا كإحداها بعدة معه. إن تنقضي العدة حلت واشرطا، عقدا جديدا وعلى ما فرطا. وإن يطلق ثالثا فلا تحل، إلا بخمس من شروط تنتقل. أن تنقضي العدة مع تزويجها، يخلو بها يصيبها يبينها. ثم انقض العدة أيضا أثبتي، إن تكتمل بها له قد حلتي. الإيلاء. من يحلف لا يقربا زوجته، فهو من الإيلاء إن حققته. يرجى لأربع من الشهور، ثم يفيء مع تكفيره أو لا لزم. تطليقه ثم لها إن امتنع، تطليقها بأمر حاكم وقع. الظهار. وهو بجعل الزوج زوجه كأم، إن يتبع الطلاق أو لا قد لزم. كفارة وهي بعتق رقبة مؤمنة، أو لم يجد فليعقبه. شهرين صوما تابع الصيام، أو لم يطق ففدية طعاما. 60 مسكينا لكل مد، أو لا يحل وطؤها قد عدوا. القذف واللعن. ومن رمى زوجته فقد قذف، عليه حد قذفها ما لم يقف. يقيم برهانا عليها ما رمى، إن ينعدم يلاعنا ما أومى. قد علقوا به من الأحكام، تحرم زوجة على الدوام. سقوط حد عنه ثم ينتقل، لها ونفي ابن كذا الفراش قل. يرفع عنها الحد بالملاعنة،
خمسا أمام الناس دفعا أمكنه. العدة معتدة من مات عنها حاملا، عدتها بوضع حمل يكملا، أو مات عنها حائلا أربعة ما عشرة وغيرها فيثبت حملا بوضعه، وإلا وتحيض من القروء ثلثا نما تحيض، أو تطهرا ثم الصغيرة بلا، فثلثا من أشهر ثم انقلا. ومن تطلق قبل أن يدخل بها فما لها من عدة تعتدها، وعدة الأمة نصف الحرة، لا الحمل فاحفظه كذا واستظهره فيما يجب للمعتدة وعليها. ثم لها السكنى كذاك النفقة، والبائن السكنى وما من نفقه، لا حاملا ويجب الإحداد عن زوج توفي يا أخي فافهما. الاستبراء. ومن يكن لأمة قد امتلك فلم يجز إمتاعه بما ملك إلا بالاستبراء، أعني حيضها، أو لا بشهر، أو بوضع حملها. الرضاع. من أرضعت طفلا له قد ثبتت بنوة ما دون حوليه ثبت، وأشبعت خمسا من الرضاعات، ويحرم الزواج منها ياتي، ومن يناسبها وهي تحرم عليه أو ابن له فيعلم. لا من يناظره وأعلى طبقه، فاحفظه ديت العلم ثم طبقه. النفقات. نفقة والد وابن وجبت، فالواردان شرطهم فقر ثبت، ثم الزمانة أو الجنون، ثم ابن مع الفقر له تلاهم، الصغر أو زمانة أو ما تلا، كذا البهائم الرقيق نقلا، ولا تكلفهم من المشقة ما لا يطاق، ثم زوج ألحقه. ما مكنت من نفسها ثم لها مدان من قوت وأدم ثوبها، أو مؤسرا فمد قوت ثم ما يؤدم به، وكسوة المثل اعلما، وإن توسط فنصف زدته، كذلك الكسوة فاعلم عدته، وإن تكن ممن لها من خدمي فليخدمنها، ثم عسرا فاحكمي بالفسخ أو أعسر بالصداق، قبل الدخول فاقض باتفاق. الحضانة. فالأم أولى حيث كان الولد، بها إلى سبع أخي عدوا، ثم يخير من يخار دفعه له، وشرطها أخي سبعه، عقل وحر ثم دين عفة، خلو زوج مأمن إقامة. كتاب الجنايات. فالقتل خطأ ثم عمد يعلم، عمد الخطا ثالثه قد فهموا، فالعمد فيه القود إلا إن عفا، ففدية قد غلظت حالا وفا، ثانيهما فديتهم مخففة من أهله على ثلاث نعرفة، عمد الخطا فما له من قودي، بل غلظا وثلثا تسددي، شرط القصاص أربع قد رتبا، بلوغهم والعقل أيضا هذبا، ولم يكن أبا له قد زادا، مقتولهم ليس بأنقص عددا. ويقتل الجمع بواحد قتل، وخذ في الأطراف أخي ما نقل، وشرطها اثنان مع الذي ذكر، أن يشركا في اسم يخص قد أمر، ولم تر العضو أخي قد شلا، وليس في الجرح قصاص إلا موضحة، وحيث عضو قد فصل من مفصل فيه القصاص ينتقل. الديات. والدية غلظت فهي مئة، من إبر فثلاثون حقة، ومثلها من جذعة فلتنقلي، ثم أربعون خلفة أي حاملي، ثم التي قد خففت من بعدها عشرون حقة المخاض مثلها، ومثلها ابن لبون بنت لبون اعرفها، ومثل جذعة إن تنعدم فقوما قيمتها، وقيل بل ألف دنانير لها، وقيل بل ثنتي عشر ألف من الدراهم فحقق واعرفي، أو غلظت فزده ثلثا بعد،
قد غلظت دية خطأ عدوا، إن يقتلا في حرم أو أشهره، أو إن يكن ذا رحم بعد فره. ودية المرأة نصف الرجل، ودية الكافر ثلث فاعقلي، أعني به أهل الكتاب قتلهم، ثم المجوسي فثلث العشر تم، واحكم بها في قطعه اليدين، أو أوعب الأنف أو الرجلين، عينيه أيضا أو جفون أربعة، ثم الشفاه واللسان جامعة، أو أفقد الحاسة أو قطع الذكر، في السن والموضحة الخمس اشتهر، وكل عضو ليس فيه منفعة، حكومة ودية العبد معه، فقيمته ودية الجنين قد غرته، ثم جنين العبد عد، من الرقيق ربع عشر قيمتي، أم له فلتعددا وأثبتي. دعوى الدم والقسامة والكفارة، إن يقتل دعوى الدم لوث يقع، صدق به للمدعي حلف سطع، خمسين من أيمانه ثم استحق، ديته أو لم يكن لوث صدق، فاحكم بأيمان على المرمي به، خمسين من أيمانه كحلفه، وكل نفس حرمت في قتلها، كفارة قد حتمت فاحكم بها، قد شابهت كفارة الظهار في كل عدا الإطعام، فاعرف واقتفي. كتاب الحدود، حد الزنا والتعزير. والزاني إن يحصن رجما أثبتوا، وغيره التغريب جلدا مئة. والشرط للمحصن عقل من بلغ، حر وفي نكاحه الوطأ ولغ، وضد حر نصف حد عوضا، حكم اللواط مثل حد ما مضى، ومن يكن من دون فرج وطئا، عزره لا تبلغ به حدا أتى. حد القذف، وحد قذف أثبتوا شرطا على، في القاذف البلوغ والعقل ولا، يكون أبا للذي قد قذفا، وشرط مقذوف بلوغ عفا. كذلك الإسلام حر عقل، فوق الثمانين له لم ينقلوا، والعبد نصف أسقطوا لهم، بينة أو عفوه اللعان ثم. حد شرب المسكر، ومن يكن مسكره قد عاقرا، يحد أربعين والضعف يرى، ثم له قد أوجب أقرا، بينة لا قيئه إن يطرا. قطع السرقة، وأوجب القطع ليد من سرق، بشرط عقل والبلوغ قد سرق، نصابهم أي ربع دينار ذهب، من حرز مثل حيث لا اشتباه دب، قد رتبوا اليمنى ورجلا يسرى، ثم يدا يسرى فرجلا أخرى، وبعده التعزير أو فليقتلي، صبرا على ما ضعفوه فانقلي. قطاع الطريق، ومن يكن قطع الطريق قد فعل، إن يقتلا والمال لم يأخذ قتل، أو مالا أيضا فيه صلب أيضا، وإن يكن مالا سوى قتل مضى، أيد وأرجل من خلاف قطعت، والحبس والتعزير إن خوف ثبت، ومن يتب من قبل إمساك به، لا حد والحق عليه أمضه. دفع الصائل، ومن تأذى فالضمان قد سقط، وراكب الدابة عنه ما حبط. البغاة، وأهل بغي قاتلا بشرطهم، أن يمنعوا الخروج عن إمامهم، وما لهم تأويلهم مقبول، وليعلمن أحكامها العدول. الردة، ومن عن الدين يرى مرتدا، فليستتب ثلاثة وعدا، إن لم يتب فالقتل لا يغسل، ثم الصلاة عليه أيضا أهمل، وتارك الصلاة أيضا عد، إن يجحدنها فذا مرتد، أو كان متراكا لها تكاسلا، فليرجعن أو فحدا قتلا. كتاب الجهاد، وشرطه الإسلام والبلوغ، ثم عقل ذكورة الفتاة لهم، حرية وصحة، ثم التي طاقته على القتال أثبتي، ثم على ضربين يسبى من الكفار سبي كالنساء من نقل، رجالهم ليس بنفس السبي، بل
خير بهم إمامهم فيما يمل، المن والسرقاق والقتل كذا، وفدية النوعان فدر المأخذا. ومن يكن أسلم قبل الأسر فل، يحرز ماله وولد قد دخل. والحكم للصبي بإسلام عرف، بسبي مسلم له قد انكشف. أو واحد الأبين قد أسلم، أو يلفى لقيطا في الديار قد رووا. الغنيمة. واحكم بما من سلب قد أخذ، لمن على صاحبه قد أجهز. ومن حضورا للقتال قد شهد، فاضرب له بسهمه فيما يعد. للفارس احكم ثلثن أسهما، ومن ترجل فواحد احكما. والسهم للمستكمل الشرط معا، لا صحة وطاقة قد جمعا. وإن يكن بشرطه أخلا، فارضخ له لا السهم عنهم نقلا. وسهمها لخمسة قد قسما، نبينا ثم أولي قرب علما. ثم اليتامى والمساكين الأولى، من بعدهم وابن السبيل فانقلا. قسم الفيء. وما أفاء الله قسمه كما في غنمهم كما مضى قد قسما. واربع أخماس لمن قد قاتلا، مصالح للمسلمين نقلا. الجزية. شرط وجوبها بلوغ عقل، حرية ذكورة قد نقلوا. وهو من أهل للكتاب قد يرى، أو شبهة الكتاب عنهم ظهرا. أقلها دينارهم في حولهم، واثنان إن توسط حيث فهم. والموسر الضعف كذا قد جاز، أن يشرط ضيافة عليها قد زكن. قد ضمنوها عدة أحكاما، للجزية احفظها وكن فهاما. كتاب الصيد والذبائح. وما من المذبوح قد ذكيته، فاضرب أخي حلقه لبته. ومن تفى القدرة حيث عقرا، ثم الكمال حيث جاف استظهرا. بقطع حلقه ومن ريء معه، والودجين قد روي فاتبعه. وجاز للصياد إن أردته، بالسبع والطيور إن علمته. والسن والظفر زكاة منعوا، وغيرها قد جوزوا وشرعوا. وجاز أن يذبح كل مسلمي، ثم الكتابي أخي فاعلمي. ثم زكاة حملها قد تابعا، لأمه لا حيها فلتسمعا. وما قطع من حيها أبين قد، عدوا كميت للشعور قد ورد. الأطعمة. وكل ما استطاب عرب شرعا، قد جاز لا ما حرم قل قطعا. وحرموا من السباع ما له ناب قوي، والطيور بعده. مخلبه القوي أيضا أثبتي، وجاز للمضطر في مخمصتي. أن يأكل الميتة ما يسد، رمقه وجاز منها عد. الأسماك والجراد ثم من دمي، كبد طحال يا أخي فافهمي. الأضحية. ثم الأضاحي سنة تؤكد، فجذعة من ضأنهم قد عددوا. ثم التنية بمعز والبقر، والإبل عرفها أخي قد ظهر. وجاز أن يشتركوا ببدنه، سبعتهم وبقرة متزنة. واشترطوا سلامة من عجفي، ولعور المرض دقق واعرفي. ووقت ذبح من شروق العيد قد، آخر أيام مشرق ورد. سن لها الصلاة ثم سلما، على النبي التكبير ثم فادعوا. واستقبل القبلة ثم ما نذر، لا يأكلا صاحبها كما ذكر. العقيقة. ثم العقيقة السحب، وهي عن مولوده في السابع اذبح قد زكن. قد رتبوا الشاتين عن غلامهم، والبنت شاة حيث جاء قد فهم. كتاب السبق والرمي. ثم على الدواب والمناضلة، بالسهم صح السبق والمفاضلة. إن حددوا الوصف وطول طرقهم، مع واحد أخرج نول سبقهم. أو أخرجوا جميعهم فلم يجز، إلا مع المحلل يعرفه وحز. إن فاز حاز الكل، أو قد غلبا، لم يغرما على الذي قد أعربا. كتاب الأيمان والنذور.
ثم اليمين يا أخي لم ينعقد إلا برب الناس أو وصف شهد، ومن على صدقة قد أقسما خيره بينها وتكفير النما، وليس في اللغو رأو من تبعه كذاك من أقسم لا يواقعه، ويأمرن غيره فيفعله لم يحنثا، ومن على اثنين فله أن يأتي الواحد منهم أجزأه، وما لها مكفر قد نقله أن يعتق المؤمن من أعبده إطعام عشر أو فكسوة به، أو لم يجد فثلثا أياما صوما على ما ألزموا تماما. النذر، وألزموا النذر على المباح أو طاعته، ثم بعصيان رأوا تحريمه، ثم على المباح أن يتركه لم يلزموا كذا زك. كتاب القضاء، والشرط في القاضي عدالة، وأن يعرف أحكام الكتاب والسنن، بلوغهم حرية بالعقل ذكورة، والسمع لبصار قلي، مع علمه التفسير للآيات وطرقا للاجتهاد تاتي، وموضع الإجماع والخلاف، ثم لسان العرب فيه كافي، وأن يكون كاتبا مستيقظا ووسط بلدة وحجبا لفظا، مسويا بين الخصوم لفظا ومجلسا أخي ثم لحظا. ثم الهدية عليه تمتنع في عشرة لا يقضيا وليمتنع، في شدة الشهوة ثم الغضب والعطش الحزن ومس السغب، وفرح ومرض وحره وبرده والأخبثين نومه، ثم سؤال المدعى عليه بعد كمال دعوى، ثم حلفا فيه عد بعد سؤال المدعي لا يلقنا خصما حجاجا والكلم لا يفهما، وليجتنب تعنيت شاهد ولا يقبل إلا من عدول فضلا، لا من عدو أو بني وأبي، كتاب قاض مثله فليحجبي. القسمة، للقاسم اشرط سبعة الإسلام والبلوغ والحرية العدل عقل، ثم ذكورة حساب، ثم إن تراضيا من خل شرطه زك، وإن يكن في القسم تقويم فقد لم يقتصر فيه على اثنين ورد، إن يدعو واحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضر فيه يقبلا. الدعاوى، واحكم لمدع إذا كان معه بينة ظاهرة مجتمعة، وحيث لا فالقول قول خصمه إن أقسم ورد يمينه به، إن كانت العين بيد واحد الخصمين فاحكم حيث جا كما نقل، أو إن تكن بينهما تحالفا ثم تكن بينهما كذا وفا، ومن على فعل لنفسه حدث بتا وقطعا حيث جا كما عرف، أو فعل غير بته وقطعا، وإن نفى بنفي علم وقعا. الشهادات، واشرط بشاهد بلوغا عقلا إسلامه حرية يعدلا، وشرطها اجتناب ذنب قد كبر ثم الصغائر عليها لم يصر، سلامة السر حفاظه على مروءة المثل كما قد نقلا. الشهادات على حقوق الله وحقوق الإنسان. ثم الحقوق نوعوا نوعين لله ثم الخلق دون مين، فالثاني ثلثوا فضرب يقبل شهادة الذكران حيث نقلوا، ما لم يكن لقصد مال واطلع عليه ذكران وضرب قد وقع، وجاز فيه الشاهدان أو رجل وامرأتان مع يمين فيه قل، والمال مقصود به ثم الذي قد جوزوا به النساء فاحتذي، ما لم يكن من الرجال يطلع عليه ثم من نسى به منع، حق الإله واشرطن أربعة لدرك حد للزنا قد وقعا، وما سواه جوزن اثنين من الحدود ثم واحدا عني، أعني هلال شهرنا الفضيل وقبل من أعمى يشهدا بقيلي، في النسب الموت يليه ترجمه وملتي على العمى مقدمه، كذاك مضبوط ورد من شهد لجلب نفع أو لرد الضر فد. كتاب العتق، لمالك قد صح عتق واشرطا له التصرف وملكا قد زكن،
وصح عتق بالصريح ثمّما كني مع النية فاحفظ وافهما، ثم يلي اعتاق بعض عبده يسري على جميعه ككله، ومثله ما كان شركا بينه وغيره فالباقي يغرمنه، ويعتق الوالد إن يملكه، والابن فليعتق أيضا كله. الولاء. ثم الولاء من حقوق من عتق، وحكمه كما معصب صدق، ولم يجز بيع الولا وهبته، وليملكنه بعده من يرثه. التدبير. ومن يقل لعبده إن مت مدبرا فأنت حر يثبت، فإن يمت يعتق من ثلث له، وقد أجازوا في الحياة بيعه. الكتابة. إن يسأل العبد قد استحب كتابة ما كان يلفى مكسب، كذاك مأمونا بمال قد علم أقلها نجمان تأجيرا فهم، لكنها واجبة للسيد، ثم المكاتب له الفسخ اعددي، ثم يصير حرا إن مال كمل، وجاز إنفاق له كما يمل. أم الولد. ومن جوار قد أصاب ثم قد أنجبت أم ولاد قد نما، جاز له التصرف استخداما، وتنعتق ما إن يمت إحكاما. إن ينكحن أمة غير تنجب فابن له عبد على ما أوجبوا، وإن بشبهة أصاب وترد حر له عليه قيمة له عهد. ثم المطلقة إن يملكها وحيث أثبتنا له إيلادها، من بعد موته تكون حرة لا بالنكاح بل بشبهة فره. الخاتمة. قد تم نظما فاق عقد الدر، وأطلب الجبر به للكسر، فالحمد لله على تمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي العربي الأكرم، وآله وصحبه الأعاظم، ناظمها الذليل والمنكسر لربه محمد المفتقر، الشافعي اللغوي الأثري، آمنه العظيم يوم المحشر. وأطلب الدعاء ثم ما يرى عيبا بها يصلحه مقتدرا.